السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منبر الأحد الذي يأتيكم كل يوم أحد في الساعة العاشرة ونصف ليلا بتوقيت تونس في التوقيت الصيفي كل أسبوع نتناول فيه قراءة أسبوعية لأهم الأحداث العالمية والوطنية مع فضيلة الدكتور محمد علي حرات مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة أه كالعاده نرحب بالساده المشاهدين وارجو من الساده المشاهدين ايضا انه يقوموا بتوزيع هذا الفيديو على المجموعات وعلى الصفحات حتى تعم الفائده على اكبر ممكن من أه من التونسيين وحتى من المشاهدين من الوطن العربي. أه اسبوع حافل جدا واحداث خطيره جدا خاصه في روسيا حيث أه توجهت الانظار كلها الى روستوف وروسيا وهذا الشخص رئيس شركة فاغنر بريغوجين بعد عملية التمرد التي قام بها ضد الجيش الروسي وتوعده بإزاحة كل من وزير الدفاع الروسي ورئيس أركان هيئة الجيش الروسي عملية خطيرة جدا عملية تمرد على ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي واعتبرها بوتين في تصريح له أنها عملية خيانة كيف ستؤثر هذه العمليه التمرد على مستقبل روسيا ومستقبل بوتين شخصيا الذي حاول ان يبني هيبته لمده سنوات ومستقبل الصراع ايضا في اوكرانيا دكتور تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله على اله وصحبه ومن والاه اولا دائما نحاول نضع الامور في اطارها وبعدين نتناول الموضوع في حد ذاته وبعدين نمر إلى استتباعاته ماذا سيستتبع شنو النتائج شنو تأثيره وخاصة تأثيره علينا في الأخر ندور ندور ونرجع تأثيره علينا كتوانسة الموضوع هذه الشركة الشركة هذه فاغنر شركة خاصة شركة عسكرية الشيء هذا بدا جديد ما كانش ما كانش موجود من قبل قبل مثلا يسموهم كونتراكتر يعني المتعاقد يتعاقد مع مع الجيش الحقيقة أول من بدأ هذه الظاهرة بدأوها الأمريكان بدأوها الأمريكان علاش لأن الجيوش تنقسم إلى فروع وأقسام و واختصاصات من جملة هذه الاختصاصات في داخل الجيوش هي اللوجستيك معناها اللوجستيك هو اللي الناس بكل اذا انبسطوها الناس اللي يوصلوا الخدمات للمقاتلين وللعسكر. قبل كانت اللوجيستيك هذه كل جزء من الجيش. يعني جزء من الجيش بمعنى انهم اللي يجيبوا الاكل واللي واللي يعملوا النقل واللي يعملوا هذا كل جزء من الجيش. الامريكان بطريقه ربما ذكيه لانهم يخافوا من اعداد القتلى لو تتذكروا ايام الحرب العراقيه الامريكيه من المقاومه العراقيه لما كانت تحارب المحتلين الامريكان وحلفائهم كان اعداد القتلى العراقيين يعلنوا على شيء والامريكان يعلنوا على شيء الحقيقه انه كلا الجهتين صادقين علاش لانه العراقيين لما كل واحد من الامريكان يقاتلوه او يقتلوه او يسقط في المعركه يسموه امريكي من قوات الاحتلال بينما الامريكان يحسبوا الجيش النظامي فقط المتعاقدين ما يحسبوهمش هنا جت فكره المتعاقد دونك انت تدخل في حرب الشعب نتاعك يحاسبك على الجيش النظامي اما المتعاقدين هضم الناس اختاروا باش باش يشتغلوا بالطريقه هذيك اكل الناس اللي وصلوا في الذخيره ووصلوا في في الاكل ووصلوا في الملابس ووصلوا في في كل ما يحتاجه المقاتلون على جبهه القتال هذوما ما عادش جزء من الجيش وبالتالي الخسائر لما تصير فيهم الناس هذوما ما تتحسبش كخسائر عسكريه روسيا ما هيش بدعا من الدول روسيا عندها متعاقدين من جملتهم فاغنر ماشي ماشي الشركه المتعاقده الوحيده يعني عده شركات عند الامريكان وعند وعده شركات نحكي على الشركات العسكريه معناها ذات بعد كعسكر بعدين مشاو الروس مشاو خطوه اخرى الروس يعني تاريخيا ممشوش هم هما الدولة ربما الدولة الأوروبية الوحيدة اللي ما احتلت احتلت مناطق داخل آه افريقيا يعني افريقيا آه في وقت من الأوقات الدول الدول الأوروبية كلها مشات احتلت فرنسا، البرتغال، آه بلجيكا، اسبانيا، آه ألمانيا، آه آه هولندا كلهم راحوا احتلوا مناطق في افريقيا وفي آسيا. الروس والاتراك الروس والعثمانيين بقاو يحتلوا ويتوسعوا في احوازهم ما مشاوش لا للعالم الجديد اللي هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه ولا لاسيا احتلوا فيها لانه روسيا والعثمانيين في ذلك الوقت كانت قوى اوروبيه كبيره كانوا قوى اوروبيه كبيره وكانوا وكانوا قادرين يقال حتى العثمانيين تدارسوا موضوع انهم يعملوا مستعمرات في امريكا اللاتينيه وبعد وبعد تركوها لصالح التوسع داخل الجوار نتاعها هذا فالروس الان اخيرا ارادوا ان يتوسعوا في افريقيا لما ارادوا ان يتوسعوا في افريقيا ولا يريدون ان تحسب عليهم الممارسات بعثوا فاغنر فاغنر الان موجوده في مالي موجوده في النيجر موجوده في ليبيا موجوده في سوريا موجوده في السودان يعني موجوده في عده دول لما الامريكان يضربوهم مثلا في في سوريا وقع القضاء على فرقة كاملة من من الروس لكن لأنهم تابعين فاغنا ما تسمى مواجهة بين الجيش الروسي والجيش الأمريكي يعني هذا ما يقع قتل لما دخل بوتين في في أوكرانيا لما وقع غزو أوكرانيا في أوكرانيا ما كانش يظن أنه سيحتاج لأي كان نزل بالجيش النظامي بعدين نحتاج الى فرقتين الفرقه الاولى اللي هي قوات احمد اللي هو رمضان قديروف مسوي مسمي الشيشاني مسمي القوه نتاعو او الجيش نتاعو مسمي باسم لانه احمد قاديروف مفتي الشيشان السابق اللي تعاون مع روسيا وخذل الحكم ولما قتل في قتلوه الشيشانيين لانه يعتبروه متعاون مع الروس ابنه هذا رمضان قديروف مسك السلطه مكانه وسمى القوات قوات احمد هذيك هي اللي سموها تشوفوها في قوات احمد بمعنى قوات احمد قديروف اللي هو والد رمضان قديروف هذوما الشيشانيين جابوهم الميروبول هذيك اللي, اللي على بحر ازوف علاش لانه كانوا فيها ناس عقائدين اللي هم النازيين الجدد فرقه النازيين الجدد كانت مسيطره هناك فجابوا من مين جابوا لهم طبعا الشيشانين قضوا عليهم قضوا عليهم واخذوا المدينه منهم هذا بعد فشل الجيش النظامي الروسي لما الجيش النظامي الروسي اضطر للتراجع من كييف ومن خاركيف ومن عده مناطق بوتين جاب هذا هذا, هذا سي هذا سي شو اسمه هذا بريغوجين بريغوجين وجاب القوات نتاعو عملوا اتفاق أنه هو يمشي للسجون ويشوف الناس المساجين إن شاء الله حتى محكوم خمسة وعشرين سنة، الشرط الوحيد أنه يمشي يقاتل ستة شهور في الجبهة، وإذا بقى حي تسقط كل التهم عليه ويعاود يرجع مواطن جديد، خذا الناس هذوم بعدين مشى خطوة أخرى، الخطوة الأخرى أنه نفتح الباب للتطور من أراد أن يتعاقد يدخل كمتعاقد مرحبا به في الشركة. والشركة تدفع فلوس كبيرة الشركة هذه مسيطرة على الذهب في السودان السودان يصدر بثلاثة مليار دولار ذهب الذهب هذا مسيطر عليه ما بين حميدتي وما بين شركة باغنر وكذا في عدة دول إفريقية أخرى وفي عدة أماكن أخرى مسيطرين على مثل هذه التجارة بعدين توسع ولا المتقاعدين من الجيش ثم الناس يتقاعدوا على بكري هذوكم اللي يتقاعدوا على بكري ولا يدخلوا ولا قوات نظاميه اشبه بانها قوات نظاميه مدربه تدريب جيد. اخيرا اخيرا اللي وقع اعفائهم من الجيش نائب وزير الدفاع ورئيس ورئيس المخابرات العسكريه اعفوا من مهامهم داخل الجيش الروسي. فالتحقوا بفاجنر بمعنى فاجنر ما هيش ما عادتش هذيك الميليشيا العاديه. فصاروا فيها كوادر من الجيش وكوادر عسكريه مهمه جدا. لكن الجنرالات الاخرين جنرالات الجيش الروسي التقليدي العادي صار نوع من الغيره بينهم وبين فاغنر لانه فاغنر هي اللي تحقق في الانجازات وين يدخل الجيش الروسي ويعجز تجي فاغنر تدخل وتحقق انجازات ولعلها معناها اخرها المدينه هذيك اللي اللي حرروها او او احتلوها بخموت بخموت حتى الجيش الروسي حاول انه يدخلها ما قدرش فالان صار رايفلري يعني صار نوع من التنافس الشديد بين الجيش النظامي وما بين فاغنر فاغنر تطورت الى وصلت الى خمسين الف عنصر يعني جيش حتى باش تحطوها في البيرسبكتيف الجيش التونسي فيه أربعين الف هم خمسين الف يعني اكثر من وتسليحهم قوي جدا في يوم واحد سقطوا سبع طائرات امس لما كانوا متمردين اسقطوا سبع طائرات للجيش الروسي بما فيها بما فيها السخوية 35 يعني اخر اخر طرازات الجيش الروسي. أنا يعني كانوا مسلحين تسليح جيد. ومدربين تدريب جيد و... وعندهم روح قتاليه اعلى من الروح الشعبيه متاع الجيش. هذوما هم اللي صار بي. التمرد اللي صار انه هو يعتبر نفسه يعتبر روحهم انه الجيش النظامي خانهم. الجيش النظامي خانهم ما كانش يعطيهم الذخيره بما يكفي بل مشى الى درجه اتهامهم انهم يزرعوا الغام وراءه انه يزرعوا الغام وراءه آه، الان اللي صار انه هو طبعا مشى من من دونيتسك وين كان موجود الى الى روستوف هذه قرابه 200 كيلومتر تقريبا معناها تبعد روستوف على على دونيتسك آه، ولوهانسك نعم مشى روستوف روستوف هذه في الايام العاديه هي العاصمة العسكرية للجنوب الروسي. يعني جنوب روسيا هي العاصمة العسكرية لي. يعني مدجج بالثكنات والسلاح وكل شيء. والآن لأن الحرب في أوكرانيا لأنه صار الحرب في أوكرانيا، الآن القيادة هناك. قيادة الحرب في أوكرانيا في روستوف. هو مشالها من دونيتسك من داخل أوكرانيا إلى أن وصل لها وأخذها بدون مقاومة. هذا الدليل على شنو؟ هذا دليل أنه في تواطأ من الجيش الروسي النظامي. الجيش الروسي النظامي متواطئ لانه حتى الطلقه ما اطلقت وحتى واحد ما مات يعني الناس فتح ليه الابواب بعد ذلك سخينا خير انه يطلع الى موسكو قال انه يريد السيطره على وزاره الدفاع ولكن ما يريدش السيطره على الكرملين لانه مازال يعترف بالشرعيه نتاع بوتين بوتين هنا صار في وضعيه مشبهه يعني تصور انت تبعد قرابه 1000 كيلومتر روستوف على على موسكو نعم الرجل وصل الى 200 كيلومتر على مسافه مسافه 200 كيلومتر معناها كما سوسه تقريبا على تونس على مسافه قصيره قصيره جدا نحن بلادنا صغيره لانهم هما عندهم غادي 200 كيلومتر كما كما نقول احنا 10 كيلومتر يعني نعم حاجه بسيطه الجيش الروسي بدا يحفر في خنادق حول المدينه ويكسر في الطرقات وعمل خطه لتفجير لتفجير الجسور هذا الدليل ان هذه قوة كبيرة. الان وقعت المفاوضات وقعت تراجع حتى واحد لانه ما ما لم يقل اكثر مما قيل. لانه تراجع الان الى ثكناتي وهو مشى لبيلاروسيا، روسيا البيضاء. شنو باش يعمل غادي شنو المستقبل هذا كله مازال غير واضح ولكن انا لا اعتقد شخصيا لا اعتقد انه سيخرج من المشهد نهائيا. ربما باش يتفاهم ويكون عنده دور اخر. ولما خرج من روستوف خرج يعني في سياراته المصفحه م. والشعب يحكي فيه أمور واضحه. لا اعتقد ان بوتين سيتخلى عن فاغنر كميليشيا كجيش لانه يحتاجه. فاغنر مثلا الان موجوده في تونس. موجودين في تونس مش كمسلحين موجودين في تونس كجهه تستعد ل للوجود المسلح يقدموا في الاستشاره القيس سعيد والميليشيات اللي محيطه به نتاعو آه بهذا كله بترتيب من ايران موجودين معاه في القصر موجودين وصارت اجتماعات آه بينهم وما بين العناصر المواليه القيس في الجيش وفي الداخلي آه موجودين هناك على اساس انهم الهدف انهم يخلقوا قوه في صوره ما اذا يوم من الايام الجيش التونسي يتحرك ضد الانقلاب او ضد ال... وضد الهستيريا اللي قاعدة في تونس فاغنر باش يعني باش تقوم بالقضاء عليهم هذه هي الخطة نتاع نتاع قيس سعيد هذا اللي هذا اللي قاعد صاير ف... معلومات مؤكدة دكتور يعني فعلا فما قيادات من فاغنر وتعطي في نصائح وخبرات عسكرية لقيس سعيد والقيادات اللي والميليشيات اللي معاه هذا أمر لأنه الاجتماع وقع تصويره اجتماع الاجتماع, الاجتماع بين الروس بين الروس وبين مجموعه من البايعين ضمائرهم تابعين قيس والهدف نتاعهم هو هو الجيش الجيش التونسي معناها يعني في سوريا لانه قيس الان صفى الداخليه وصفى القضاء وصفى النقابات وصفى الاحزاب وصفى البرلمان صفى كل شيء مازال امامه مازال امامه فقط الجيش الجيش كيفاش يقوم بتصفيته بمعنى انه كل واحد فيه رجله في الجيش يزمي يتنحى لازم يخرجوا. فهذا آه عموما اللي 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 صاير هناك. فعلا. الان آه كما قلت لك هذا تقريبا اللي صار. هذيك الخلفيه التاريخيه على كيفاش توجدت هالمجموعات هذه العسكريه، هالجيوش الجيوش جيوش بريفي، معناها جيوش خاصة. مصر. قلت لك منين جت الفكره؟ وكيفاش تطورت؟ وشنو اللي صار امس حسب التقريب؟ وشنو التداعيات نتاعها؟ التداعيات نتاعها انه الان بوتين صار في موقف ضعف ما وش كيما قبل آه عنده جبهات مفتوحه في الخارج كما قلت في مالي وفي وفي السودان وفي ليبيا وفي سوريا آه اليوم قصف سوريا حتى يقول راني مازلت موجود آه ما يقدرش ينسى اسف على المقاطعه دكتور الان بعد انسحاب رئيس فاغنر الى بيلاروسيا و... ويعني ايقاف هذا التمرد مستقبل هذه الدول كيف سيكون؟ هل ما تحت سيطرة فاغنر أو ستمر القيادة أو الإشراف سيمرر إلى الجيش الروسي وبوتين شخصيا مثلا؟ هذا هذا لأنه الاتفاقيات دائما اللي, اللي يطلع منها أكثر من اللي ما نعرفوش وأهم شيء في في مثل هذه الاتفاقيات اللي هو اللي يصير في السر. الآن نستنى خمسة ستة أيام ربما أسبوع أسبوعين إذا بوتين قام بتغيير في قيادة الجيش وفي وزارة الدفاع وترد وزير الدفاع وقائد الجيش معناها رأي هذه كانت جزء من الصفقة لأنه دائما فيها حفظ ماء الوجه أنه مش أنت فرضت عليها أو أنا فرضت عليك ففيها ديما حفظ ماء الوجه هذا دليل أنه, أنه بوتين الآن في, في موقف أضعف مما كان عليه فرق ما بين أنت عندك جيوش كلها تحت أمرتك ولكن هالجيوش هذه ولت متناحر معناها فيما بينها حتى لو إن مش انت المقصود مجرد انه انت العسكر نتاعك في الجبهه يتناحر والاخر ينسحب من الجبهه بمئات الدبابات والتريلات والاسلحه والواحد ويدخل بها يمشي بها الموسكو في يمشي لكييف يمشي الموسكو. هذه مصيبه كبيره خاصه في ايام الحرب وانت تحارب لكن هذا اخو آه اسامه ما نحن عندنا في تونس ديما المقوله نتاع ابن خلدون ردوها التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الاخبار وفي باطنه نظر وتحقيق راهو في في الحرب العالميه الاولى معاد سايكس بيكو كانت باش تكون معاهده ثلاثيه بين وزير الخارجيه الفرنسي والبريطاني والروسي وكان الاتفاق ان روسيا تشارك في الحرب لهزيمه المانيا والدوله العثمانيه مقابل أن تحصل على اسطنبول على مدينه اسطنبول القسطنطينيه ويسترجعها الارثوذكس لان كانت حلم عندهم حلم الامبراطوريه الروسيه لكن ثوره 17 لما لما الجيش كان كان قاعد في في الجبهات ويموت باعداد كبيره والقياده السياسيه الاسره الحاكمه الحاكمه القياصره ما كانوش يبعثوا لهم ما يكفي من الذخيره والسلاح والمؤن الى اخره صار غضب شعبي كبير عند الشعب وصار غضب لدى الجيش جو البلاشفه واستغلوا واستغلوها وفي 2000 في 1917 1917 قام في اكتوبر قام الثوره نتاعهم وسحبوا الجيوش نتاعهم وخرجوا من الاتفاقيه، خرجوا من الاتفاقيه الثلاثيه اللي كان على اساسها انه ارث الدوله العثمانيه باش يقسم بين الثلاثه مش بين اثنين وصار التقسيم ما بين اثنين اللي هو ما بين فرنسا وبريطانيا القصه نعرفوها يعني كيفاش قسموا بقيه العالم بقيه ما بقي من الدوله العثمانيه بيناتهم. آه، الان تقريبا صار نفس الشيء الجيوش لما تمشي على الجبهات ولا يحسن استعمالها وتمنى بالهزائم خلف الهزائم خاصه تتكلم على ثاني جيش في العالم ثاني اضخم واكبر آه جيش في العالم هذا ثاني اكبر جيش في العالم تصير له يصير له اللي صار يعني ينسحب من خرسون ينسحب من من خاركيف ينسحب من كييف ينسحب من المناطق هذه كلها والان حتى من زابوريجيا ينسحب هذه مصيبه بالنسبه للجيش وهذا دعا بعض الناس وصلت الى مرحله التمرد هذا مش ياثر طبعا على روسيا مستقبلا اهم شيء انه الصين ربما تتجرا على روسيا الغرب ربما الان يقول روسيا ما هيش بالقوه اللي كنا نتصورها صور. يعني مش مش نركزوا معها برشا ربما يحاولوا كيفاش انقاذ لانه مثل ما قلت في الحلقات الماضيه كلها الغرب راه مشكلته الرئيسيه يعتبرها مع الصين مش مع روسيا. يعني روسيا بالنسبه لهم يحبوا يضربوها باش تبعد على باش تبعد على الصين فقط. م. اما هي روسيا امامهم ما تسوى شيء. فربما يقوموا يصلوا الى عمليه تغيير للنظام من الداخل، النظام الروسي من الداخل وروسيا يسحبوها اكثر الى الغرب كما عملوا في 1990 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وصعود سعود بوريس يلتسن صارت روسيا في سياساتها وفي برامجها وفي كل شيء اقرب الى الدول الغربيه هذا اللي ممكن معناه أنا يصير نعم 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 واضح بالنسبه لبوتين دكتور محمد علي حرات هو الان يعني منذ مده طويله قاعد يبني في هيبه نتاعه ويعني يصور في نفسه انه الرجل الاول في في روسيا ولا منازع له وعنده شعبيه كبيره بعد العملية هذه ما هو مستقبل بوتين كرئيس دولة روسيا وهو أصبح يعني تمرد على ثاني أكبر جيش روسي أمر أصلا يمكن حتى التفكير فيه هو تحقيقه وهو أصلا مثلا الإنسان باش يتمرد على ثاني أو حتى ثالث أو رابع أكبر جيش في, في العالم أمر لا يخطر على بال هو التمرد يعني عدم الانضباط سواء كان الجيش نتاعك فيه ألف شخص ولا فيه ولا فيه مليون شخص. والتمرد يعني عدم الانضباط. والعسكريه اذا اذا تنحات منها الانضباط ما عادش تم عسكري ولا تلعب يعني الانضباط هو هو الاصل. آه اللي اللي صاير الان سيت، سيتوقف على ما سنراه في الاسبوعين القادمين. الاسبوعين القادمين آه ربما تشهد تنفيذ ما اتفق عليه ولم يعلن للعلن. يعني الان المتابعين والخبراء حتى في الغرب في الامريكان وفي في الدول الغربيه كلهم قاعدين تقريبا يتكزوا شنو, شنو تقريبا صار الاتفاق عن طريق بيلاروسيا عن طريق روسيا البيضاء وما هي التفاصيل حتى واحد ما يعرفها لانه ما زالت التفاصيل سريه التفاصيل السريه هذه سنفهمها اكثر وقتاش وقت اللي بوتين يبدا تطبيق اجزاء منها مثلا جزء منها التطبيق انه باش يمشي بريغوجين باش يمشي يمشي المنسك في 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 روسيا البيضاء لكن ما نعرفوش باش يعمل غادي ما قالوش انه هو عزل ما قالوش فاغنر تحلت ما قالوش راهو عين رئيس جديد لفاغنر هذا كله ما ثماش الكلام هذا يعني الى حد الساعه الكلام هذا كله غير موجود فانا اعتقد في الايام القليله القادمه والاسابيع القليله القادمه سيتبين الكثير من تفاصيل الاتفاق وهذا على أساسه لأنه قائد فاغنر ونحن عندنا في العالم العربي نسموه ميليشيا ومرتزق وكذا مش داخل روسيا عنده دعم شديد من الشعب الروسي وهذا هم اللي كانوا خايفين منه يعني الجنود نتاعو كل ما دخلوا قريه او مدينه الناس تخرج لهم والاحتفالات وتسلم عليهم وتحملهم وتعطيهم الاكل وتعطيهم الماء وتعطيهم كل شيء. في حض... في حاضنه شعبيه لهم يعني مش مجموعه مت... هم متمردين على على وزاره الدفاع وليسوا متمردين على روسيا. الناس يعتبروهم ناس وطنيين هم اللي ضحاوا هم اللي يرجعوا قيمه الجيش الروسي هم اللي يحقوا في الانتصارات والاخرين يلعبوا. لانه الجنرالات منتشر فيهم الفساد يعطوهم التمويل باش يصنع ألف دبابه يصنع 100 وهل مجر الفساد ينخر وزاره الدفاع لان ميزانيتها كبيره وميزانيتها مش منشوره بين الناس هذا اللي اللي موجود فالان كما قلت لك الايام والاسابيع القليله القادمه ستبين لنا تفاصيل الصفقه التي جرت بين الكرملين بقيادة طبعا الرئيس بوتين بوساطة مينسك ومن الجهة الأخرى اللي هو هذا قائد قائد بريكوجين, <applause> بريكوجين نعم. قائد قائد فاغنر نعم نعم هو دكتور هو منذ اشهر يعني تقريبا منذ سته اشهر بدا في يعمل فيديوهات وهذا غير يعني على غير العاده انه رئيس فاغنر او حتى قائد عسكري يقوم بفيديوهات ونقد فيها وزير دفاع في ذلك الوقت بشكل كبير جدا وتحدث على مشكلة الذخيرة وهذه الامور. الغريب في الامر انه انه بوتين لم يتفطن لهذا الامر او ما قراش حساب لمثل هذا اليوم. والسؤال الثاني هو الصين الان دكتور ما هو موقفها يعني هل ستدعم روسيا انت قلت قبلك في حديثك انها ستتجرا على روسيا يعني بعيد جدا على دعم روسيا مثلا الصين لا تدعم روسيا حاليا الصين تبتز روسيا الصين تبقى. الان تشري تشري في البترول والغاز باسعار رخيصه جدا من من موسكو الصين الان تتعامل بالعمله الوطنيه نتاعها في المشتريات الصين الان هي اللي رابحه من السوق الروسيه بعد انسحاب الدول الغربيه، الصين عندها طموح كبير وطمع كبير في الاراضي الروسيه، شرق روسيا يسكنوا فيها ثمانية ملايين عبد، صغيره بالكل. وهي ارض ربي الواسعه وتخرجك على المحيط المتجمد الشمالي. يعني يعني حرب انا اعتقادي والله حرب صينيه روسيه قادمه لا محال مش في العصر صينيه روسيه، ليست صينيه امريكيه. الصينيه الامريكيه هذا يعتمد على آه يعتمد على مدى مدى استجابه الصينيين للاستفزازات الامريكيه. مدى است... است... الصينيين عار... شوف الصينيين كما قلت لك اكثر من مره قلت لك الصينيين يحبوا يولوا اول دوله في العالم. نعم. والامريكان ما يحبوهمش يولوا اول دوله في العالم سهله الامور ب... بهذه البساطه. الصينيين يقول لك انا ما ندخل في مواجهه مع امريكا الا ما نحقق عندهم سلم كامل في التنمية البشرية في عدد العباد في عدد المصانع في القطاعات كل شيء يقولك أنا ما ندخل في عركة إلا ما يكون عندي الأشياء هذه من جملتها حتى الأرياف يقول يقولك أنا ما ندخل في عركة إلا ما تكون الأرياف كل فيها إنارة مثلا يعني تكون تكون انت وصلت بمستوى معيشه الشعب الصيني الى مستوى معين فهمت لكن مع روسيا هم يريدوا يخرجوا الفوق يريد يخرج الى المحيط المتجمد الشمالي وكما قلت لكم المره الماضيه انهم يريدوا على المياه الموجوده في في روسيا مياه بحيره بايكال باش باش يشربوا منها الشعب 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 الروسي الشعب الصيني نعم نعم وخروج الصين على المحيط المتجمد كما يعني اسلفت الدكتور يفضلها مشكلتها لهنا اللي حصرتها فيها الولايات المتحده الامريكيه يعني واللي عندها مخرج مباشره على المحيط الهادئ مش هذاك فقط لو تحط انت المحيط المتجمد الشمالي نعم لو تحطه في المحيط المتجمد الشمالي هو غير 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 كان مظلل عندك شويه لا إيه هم حاطينها يعني حاطين الليل والنهار باش ننحي الليل والنهار باين مش مشكله مش مشكله هذا اللي يسموه كلايمت تشينج يعني الكليماتيك هذه التغيرات تغير المناخ تغير المناخ مما سينجر عنه الثلج هناك باش يذوب شفت انت المتجمد الشمالي نحن نقول المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي المتجمد الشمالي هو ما متجمد يعني هو بحر نعم. هو بحر ولكن طبق الثلج من فوق يعني من البرد متاع. لكن المتجمد الجنوبي هي قاره ارض، هي ارض ماهيش ماء، هي نعم. ارض معبيه بالثلج، هذا الفرق بيناتهم. فانت لما لو انت اسمه الصين تقدر تطلع للمحيط المتجمد الشمالي، بمعنى الصين أن توصل لامريكا تصير قصه، قصه صغيره، معناها توصل لامريكا وتوصل لكندا بسهوله، بسرعه بسرعه لا متناهيه توصل لل... للنرويج وفنلندا والسويد توصلهم بسرعه وهكذا ففيه فيه مر... ممرات وفيه ايضا آه، ثروات آه، الحرب الروسيه الصينيه قادمه والحرب الرو... الامريكيه الصينيه ايضا قادمه انا لا اتوقع حرب مع روسيا روسيا سيقع انهاكها بهذه الطريقه لانه آه... بوتين عمل عدة مغامرات دخل إلى جورجيا وفي جورجيا احتل زوز مناطق واحدة منهم أبخازيا ومنطقة أخرى أوسيتيا الجنوبية أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا احتلهم احتلهم وعمل لهم دول خاصة وألحقهم في في شسمة في مولدوفا ثم ثم منطقة اسمها ترينستريا ولا شسمة أيضا محتلينها الروس ومعلنينها دوله وحدها على على الحدود مع اوكرانيا معناها تقريبا في 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 هذه المنطقه في هذه المنطقه اشتم شريط محتلين الروس لهنا اللي هو سكان روس واعلنوا دوله من جانب واحد دخل دخل الاوكرانيا واحتل فيها جزيره القرم الاول وبعد مشى احتل اربع محافظات اخرين اللي هي دونيتسك ولوهانسك وزابوروجيا وش اسمها الاخرى وخرسون هذوما هذوما مش يحتلهم فهو كل مره كل مره كل مره يمنع في الاحتلالات نتاعو المره هذه كما قلت لك الامريكان جابوه غادي وباش يبقى غادي حتى لين ترك روسيا وما عندهمش مشكله تدوم الحرب 10 سنين 20 سنه لانهم هما تقريبا 30 دوله و40 دوله تمد في اوكرانيا بالرجال بالسلاح اوكرانيا عندها عباد تمد يمدوا فيها بالسلاح والاموال والمعلومات الاستخباراتيه وروسيا وحدها من الجهه الاخرى شكون الحلفاء نتاع روسيا وكما يقول بوتين ما بقالو كان كان قيس سعيد وقديرو هكا ما عندوش وربما شويه بوتين اش اسمه هذاك التبون تاع الجزائر تبون وقيس سعيد وقدروا هذوما الحلفاء اللي بقوا اما الباقي كلهم الكل يبتزوا فيه ايش باش يعمل هو هذا تو لانه كما قلت لك الامريكان والغرب بصفه عامه لان نتابع التقارير نتاعهم اللي ينشروها اللي ينشروها والتعليقات نتاع المفكرين نتاعهم لان هذه الدول تمشي بالمفكرين نتاعها مش مش واحد يرقد ويقوم الصباح الكل كلهم تقريب من الكلام هذا مش جديد هذا من عهد ولايه كلينتون من اللي كان كلينتون في الحكم من اللي كان كلينتون في الحكم في التسعينات وهم يتكلموا على الخطر الصيني الداهم لانه سهل الامور كيفاش تحسبها يعني انت تشوف دوله صاعده يعني تنمو ب 10 و12% في العام مش تعرف انه اذا كانت واصلت من نهار من نهارات باش توصل الى نتيجه كبيره وهذا وهذا اللي قاعد صاير نعم دكتور هو شفنا احنا تصريح رئيس الصين لما زار روسيا وقال له دراغوي دروغ يعني صديقي العزيز آه و... وال يعني هذه هم... لغه دبلوماسيه فقط لكن لا يعتبروا حلفاء ولا كما قلت انت يعني الصين تبتز روسيا وفي اي وقت تنجم تستغل هي الظرف اللي هي عايشه فيه روسيا الان خاصه بعد عمليه التمرد هذه وتعبر على طموحها في احتلال مثلا الشام شمال شرق روسيا نعم انا حتى المفكرين الروس مرات نتقابل مع ناس مهمين الروس صحفيين او مفكرين وكذا الروس مقتنعين ان العدو الحقيقي بتاعهم الصين عندهم القناعه هذه عندهم القناعه لكن هم ما بين ان الغرب الدول الغربيه تريد تذلهم تريد تريد يريدوا يرجعوا روسيا دوله عاديه يريدوا اذلال روسيا وما بين في نفس الوقت الصين اللي عندها طموح انها تاخذ لهم الشرق الشرق كله. شرق الشرق روسيا كله معناها شرق روسيا كل تريد تاخذ هذا لان لان الصين تقول انه الشرق كان تبعها وانه انتزع منها لما لما الامه الصينيه كانت منهاره لأن الامه الصينيه الفرنسيس خذوا منها جزء والانجليز خذوا جزء وعملوا لهم معاهدات يعني فرضوا عليهم انه يشروا من عندهم الافيون انه يعطوا الافيون لعبادهم وجدت اليابان احتلتهم وكل واحد احتلهم فهما نوعا ما يشعروا بأنهم أمة عظيمة ووقع إذلالها في التاريخ شبيهة بالشعور العرب احنا العرب لما ننظر إلى تاريخنا أمة عظيمة ولما ننظر إلى وقعنا نحس بال... بالمذلة وبالمهانة فهما عندهم نفس الإحساس لكن الفرق بيناتنا أنهم هم في دولة واحدة الصينيين موجودين في دولة واحدة والحاجة الثانية أنهم الآن هم استردوا السيادة نتاعهم وبنوا دولتهم وصاروا قوة قوية. احنا ما زلنا، احنا ما زلنا مشتتين في 22 دولة. وما زلنا مش عارفين رواحنا عرب ولا مش عرب، وكل مرة يطلعونا كل مرة نراكم مش عرب. وهلما جرنا. معناها والاقليات هي المسيطرة عندنا في العالم العربي. ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذا بطبعه باش يؤدي في يوم من الايام الى الصدام بين القوتين. النخبة الروسية تعرف ذلك. وهذا يجرنا بالله ما اكل الجماعه اللي يقول لك تونس مش تحل مشاكلنا البريكس وكما قال السيد الاخر البرنكس راهو أراه المشاكل ما بين البرنكس في بعضهم كما قال السيد أراه راهي اكثر من مشاكلهم مع الدول الغربيه يعني باش نعرفوا نحن كل حاجه شنو هو وين ممكن توصل اي وفي النهايه شنو ممكن يصير فهذا معناها رجاء الانتباه فقط نعم نعم، واضح بارك الله فيك على التوضيح دكتور الشيء الخبر الثالث او المحور الثالث هو اللي شد انتباهي يمكن لاحظوا بعض الاخوه ايضا اللي الاخبار المده الاخيره هو موقف تركيا الذي كان يعني داعما بقوه لبوتين والنظام, والنظام الروسي هل هذا يعني متوافق مع مع الخط الناتو او انه تركيا لهنا تصرفت حسب مصالحها الوطنيه فقط وهل يعني هذا يسمى شبه تحالف غير معلن بين تركيا والنظام الروسي؟ تركيا تتصرف كدولة مستقلة وتتصرف بطريقة براغماتية معناها في نهاية الأمر أردوغان والحزب الحاكم والرئاسة والدولة الحاكمة مصالح تركيا اولا وين مصلحه تركيا أه وين مصلحه تركيا طبعا دون دون الاخلال بالالتزامات والواجبات الدوليه يعني انت دخلت في حلف الناتو عليك واجبات أه لما تدخل في من عرش منظمه معينه او شيء معين عليك واجبات أه الدوله المحترمه هي اللي تحترم تعهداتها هذيك أه الدوله المحترمه أه والا تصير دوله مارقه أه تركيا في حلف الناتو هي ملتزمة بحلف الناتو ملتزمة بالتدريبات ملتزمة بكل شيء آه لكن موقعش الحرب اللي صارت في روسيا موقعش الاعتداء على دولة عضو في حلف الناتو معناها, معناها تركيا من حقها حتى بحسب الاتفاقية في الناتو أنها هي ما دولة آه معناها مخالفة للتعهدات لأن روسيا ما دولة في حرب مع الناتو روسيا الآن لم تعتدي لأنه حلف الناتو من الناحية الشكلية والنظرية هو حلف دفاعي بمعنى إذا قاع الهجوم على عضو كأنه هجوم على الأعضاء الكل وإذا وإذا وقع وقع إعلان الحرب على دولة من دول الناتو كل دول الناتو تعلن الحرب على تلك الدولة روسيا إلى حد الساعة لم تعتدي على أي دولة من دول حلف الناتو ما اعتدتش وبالتالي تركيا من حقها أن لا تعتبر أنها نفسها أنها في حالة حرب مع روسيا هذا من الناحية الشكلية القانونية الالتزامات الدولية من ناحية المصلحية من ناحية المصلحية تركيا الآن بوتين قرر أنه يجعل تركيا هي سوق الغاز في العالم في المنطقة أنا وتركيا الآن شنو تخدم تحب الغاز متاع إيران ومتاع العراق أو متاع العراق ومتاع البحر و... ومتاع تركمانستان ومتاع أذربيجان ومتاع روسيا الكل ويجي يصب في تركيا ومن تركيا يتوزع نحو العالم سواء كمسال سواء عبر الانابيب هذه هي الخدمه اللي اللي تخدم فيها لان تركيا شنو عندها موقع جغرافي تحب تستفيد من الموقع الجغرافي نتاعها هذه الى الى ابعد الحدود روسيا عندها اقرب روسيا هي اقرب الى دول اوروبا لكن دول اوروبا دخلوا في يعني قاطعون روسيا الان الروس يقول كان هذا مقاطعوني اليوم ممكن يقاطعوني غدوه نخدم مع حليف موثوق افضل شكون الحليف الموثوق اللي هي تركي وما تنساش انه وقت اللي وقع التمرد على اردوغان روسيا وقفت مع اردوغان ف الان من الطبيعي جدا 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 انه اردوغان يقف مع بوتين يقف معاه في هذا التمرد الداخلي وبالعكس عرض عليها انه مش ممكن يعمل قال انا مستعد إن نعمل اي حاجه تطلبها مني من باب وساطه من باب اي شيء لكن الروس حلوا مشاكلهم في بعضهم بسرعه بسرعه متناهيه. لكن الاتراك الاتراك الان يحبوا مصالحهم ولذلك مشاو مع ليبيا الان يرجعوا العلاقات مع مع مصر يرجعوا العلاقات مع سوريا حسنوا علاقاتهم بايران، تركمانستان، اذربيجان، روسيا كلها يريدوا يريدوا يستفيدوا. انا هنا مانيش راني نقول راهو صحيح ولا غلط؟ هذا أمر لهم هما يخصهم. لكن قاعد نقول لك شنو اللي صاير؟ شنو اللي قاعد يصير الآن في المنطقة؟ وكيفاش تركيا بنى عقلية تركيا تتصرف؟ هل العقلية هذه سليمة مش سليمة؟ هذا موضوع آخر. لكن أنا نحكي لك كيف يقع التصرف. ولذلك لما تشوفهم إعادة العلاقات مع إسرائيل. كل هذه كلها تدخل في مصب واحد اللي هما يريدوا يكونوا هما الانبوب الرئيسي والمصب الرئيسي كما نقولوا احنا الرون وانت تلم كل كل الدول المنتجه للغاز تبعث الفائض نتاعها الى تركيا وتركيا هي توزع على بقيه العالم وخاصه اوروبا اللي هي في حاجه كبيره للغاز لأن الانابيب هذه اذا تبنت ما عادش نجم تغيرها مش هكا الحاجه مش البط هذا كان ماشي في اتجاه ترده في اتجاه ولذلك هو الان ما يحبش يفوت الفرصه وهو يشوف اردوغان يشوف انه في الحرب الروسيه الاوكرانيه فرصه ليه فرصه ليه انه يقوي علاقاته بروسيا وفرصه ليه انه الغربيين يقللوا من من الضغط عليه يعني ما يضغطوش عليه برشا ما عادش يضغطوا على تركيا كما قبل الان ولو آه يخليوا تركيا تتصرف خير من اللي تهرب عليهم مره واحده لانهم محتاجين نعم واضح دكتور بارك الله فيك على التوضيح قبل ما نختم يعني الـ 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 الاخبار العالميه او تحليل الاخبار العالميه ناخذ سؤال من الساده المشاهدين الاخ رضوان ورهاني قال ما هي ايجابيات وسلبيات تقسيم روسيا على الدول العربيه والاسلاميه مع الشكر اذا هو... تم تقسيم روسيا يعني ما هي اتحاد روسي في نهايه الامر نعم نعم الاتحاد الروسي أنا لا أعتقد أن تقسيم روسيا سيكون في مصلحة العرب والمسلمين بالعكس بقاء روسيا كدولة موحدة أفضل لنا نحن كعرب ومسلمين لأن روسيا رأوا فيها أكثر من عشرين مليون مسلم يعني تقريبا تقريبا 20% من سكان روسيا مسلمين يعني الدين الثاني ويتسارع في الانتشار ثاني حاجة كثير من المناطق متاع المسلمين تقريبا الوجود الروسي فيها ضعيف جدا يعني يحكموا في رواحهم في كل شيء يعني تمشي للشيشان ما تشوف حتى روسي ما حتى روسي في الشيشان الشيشانيين يحكموا في بلادهم وحدهم مسيطرين عليه بل الآن انتقلوا إلى تكوين جيش قوي يقودوا فيه وحدهم عندهم عندهم جيشهم القوي يقودونه الحالم هذه قوات قوات احمد قوات احمد قاديروف الفلوس اللي تجي من موسكو أكثر من الفلوس اللي تاخذها موسكو الشيشان يعني عندها بترول لكن الفلوس اللي ياخذوها من, من من الدولة المركزية أكثر من الفلوس اللي ما ياخذوهاش الأمر الآخر أنه إذا تقسمت روسيا الصين ممكن تبتلع برشة جمهورية يعني كما طاجيكستان وقرغستان لو ترجع الخريطة قرغستان وطاجيكستان وكازاخستان هذوما في النهار ما, ما... معناه اذا تبلعت روسيا يمشي فهمت شوف هذه آه... آه... هذه هذه طاجيكستان محاده على الحدود مع مع الصين وهذه قيرغستان على الحدود مع الصين وهذه كلها كازاخستان كازاخستان فارغه من العباد اكبر هذه اكبر دوله اسلاميه فيها 2.7 مليون كيلومتر مربع اكبر من الجزائر واكبر من السعوديه آه؟ وفيها ثروات ولكن فيها 15 مليون عبد فقط يعني هذا هذا الدولتين طاجيكستان و و شو و... اسمه اسمها اه... شو اسمها هذه قرغستان قرغستان نعم قرغستان وطاجيكستان هذوما تبلعهم الصين علاش شفت المناطق هذه هاي المناطق هذه المناطق نعم. هذه كان اسمها كان اسمه تركستان الشرقيه وكان عندها دوله خاطر هذه تركستان الغربيه شفت هذه تركستان اه. كان ثم دوله اخرى هنا اسمها تركستان الشرقيه. نعم. الصيني الصينيين يسموه اقليم سيانجيانغ ولا شو اسمه هذا فهمت؟ احتلوهم الان هدوا لهم المساجد نتاعهم أه وأنه وجودهم وجابوا اكثر منهم صينيين يعيشوا غادي. معناها انه الصين فيها مليار و400 مليون ان تحول 50 مليون الى كازاخستان حكايه نتاع نص نهار. فالجمهوريات هذه لو ترجع شويه ترجع شوي الجمهورية هذه 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 تاجيكستان اوزبكستان تركمانستان وكازاخستان هذه الجمهوريات هذه مستقبلها مع روسيا و... والضامن في وحدتها والدفاع عليها هي روسيا يعني روسيا لو ت... في معاهده انه لو يصير اعتداء عليهم روسيا تتدخل وهم الان محميين بالمظله نتاع آ... الروس هذيا هذوما مسلمين وكي تمشي لموسكو آه انا مشيت لموسكو في موسكو التاكسيستي اللي تركب معاه تلقاه ياما من طاجيكستان ياما من ياما من اوزبكستان يا من آه برشا منهم يمشوا لروسيا يأخذ غادي فهمت كيفاش؟ نعم زيد عليها المناطق هذه الم... المناطق هذه المناطق هذه هي الشيشان وهذه هذه هنا حبس شفت المناطق هذه؟ ها؟ شفت هذه؟ هذه ما قلعه هذه ما قلعة عاصم عاصمة داغستان هذه هذه عاصمة داغستان فهمت آه هذه أيضا مسلمين وعندك الفوق شوية ثم تاتارستان اللي هي كلها زادة مسلمين جمهورية أخرى فبالعكس ان اندحار روسيا وتقسيمها وتشتيتها لو في صالح العرب ولو في صالح المسلمين معناها من الأخر يعني نعم نعم واضح بارك الله فيك شكرا على التوضيح دكتور نمر الان الى الاخبار الوطنيه وكالعاده يعني نبدا بنشاط قيس سعيد وحيث انه هذا الاسبوع قام بزياره الى باريس في مؤتمر مؤتمر مالي حضرته اكثر من خمسين رئيس دوله أه واكد وهو قابل يعني المتحدثه بس متحدثة باسم الصندوق الدولي واخبرها انه ان شروط انه لن لن يقبل اي شروط من شانها ان تضر بالقدره الشرائيه للمواطن التونسي وانه سيكون اخر شخص سيرفض هذه الشروط حتى ولو قبل كل التونسيين بهذه الشروط، اتى كيف دكتور حللت هذا الخطاب؟ ويعني حتى الخطاب هو نوعا ما شعبوي لكن محبب عند الناس ماذا بها الناس تسمع انه رئيس دولتها يتكلم بقوه وبنديه حتى ولو ما عنده حد شيء يعني حتى ولو على ارض الواقع ما ينجمش يفاوض لكن لما يتكلم بتلك القوه هذا امر محبب عند الناس ان شاء الله هذاك يمشوا للعطار يشروا الطماطم يقول لهم أو ندفعوكم شويه تحدي من قيس سعيد يمشي تو يشري علوش العيد كيقولوا راهو العلوش بمليون ومليون و200 يقولوا ها وش رايك نعطيك 200 الف فلوس ومليون نعطيه لك معنا صفصه صفصه نتاع قيس سعيد هذا كله كلام ي... اولا راهو صندوق النقد الدولي ما عنده حتى شروط وما يشرط على حتى واحد اراك انت اللي تمشي راهو ما ثماش هذا منها صندوق النقد الدولي يدور في الدول ويدق في الابواب وهاي شروط وهاي شروط وهاي شروط ونفرض عليك وما تفرضش عادي يعني انا طلبت منك انت راك جيت تشحت انت جيت تطلب راني مفلس ما عنديش فلوس اعطوني شويه فلوس سالوك يا سي قيس ويا العزوزه شو اسمها الاخرى هذيك أه. اللي ما تتكلمش خلاص بودن بودن اي بودن اللي ما تتكلمش خلاص وقال لك عندها نسبه رضا عند الشعب التونسي 75% عندك البلعوت نتاع صبر الاراء هذاك كيما الشقاقه كيما 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 زرقون تأخذ. ولا شو اسمه زرقون نتاع صبر الاراء نعم نتاع سيجما كونسي نعم ف فال... راهو الحكومه التونسيه رئيسه الحكومه ووزيره الماليه ومحافظ البنك المركزي والشل الكل لموا قشاشهم وركبوا في الطياره وحجزوا فوتيل وبركو غادي وطلبوا موعد مع صندوق النقد الدولي ومشاو قابلوهم قالوا لهم سلفونا شويه فلوس راهو هذا اللي صار صندوق النقد الدولي قالوا به باش نسلفك كيفاش باش ترجعهم لي السؤال الاول والسؤال الثاني شنو الضمان انه غدو ما... انه العام الجاي ما تزيدش ترجع لي كل عام وانت سلفني 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 الى إيه متى اولا السلف الى إيه متى وثانيا اللي باش نسلفه لك كيفاش ندفعه لي؟ هذا هو راه اللي اللي صار نحن رأوا الحكومة التونسية قدمت برنامج لصندوق النقد الدولي صحح فيه زقفو نبيدو راهو قيس سعيد هو اللي صحح قانون المالية قانون المالية في تونس والميزانية راهو صح عليهم قيس سعيد لأنه فك الوقت ذاك هذا البرلمان نتاع الصم البكم هذا مازال ما تعملش هو اللي صحح عليهم رأو. صح عليهم راهو صح عليهم في ديسمبر 2022 قبل ما تبدا عام 2023 الهدي شنو فيه فيها انه باش يرفع الدعم وفيها انه باش يجمد الوظيفه وفيه 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 وهذو ما راهو جزء منهم يطبق فيهم انتم شفتوه يقبل في موظفين جدد الان تمش قاعد يقبل في الوظيفه العموميه ماهوش يقبل في الوظيفه العموميه مع انه صندوق النقد الدولي قال له عوض مثلا يخرج واحد عوضه بواحد مثلا مش مشكله ما عندناش مشكله المفيد ما تزيدش انا عوض هو حتى التعويض ما هوش قاعد يعوض انا حتى التعويض لانه سنوين عباد يجيها الاجل تموت وعباد تخرج تقاعد بقى. هذوك الكل ما يعوض فيهم ما هوش خرجوا عشرة يعوض عشرة هو خرجوا عشرة يعوض اثنين ثلاثه يعني هو عمليا قاعد يطبق فيه ثاني شيء القدرة الشرائية اللي يحكي عليها معناها سهل التوانسة معناها الدنيا غلات عندهم ولا ما غلاتش؟ يعني أنت إذا علوش العيد مليون ومئتين معناها شهريا يعني الشهرية كاملة باش تشري علوش تمشي تصبها غادي تصب تصب الشهرية وتروح كان بالعلوش لا ملابس لا ماكلة لا مصروف لا كرادار لا دفع عن قرض لا حتى شيء هذا مناش لأنه سيادته قاعد يطبع في الفلوس عنده عامين ومازال تطلع الحكايه مازال مازال التضخم مازال باش باش ينخر باش ينخر جسم الاقتصاد التونسي فلما هما كلموه هو راهو هو اللي الحكومه التونسيه هي اللي قالت المقترح راهي مقترحات من تونس اما ما واحد يفرض عليك ماشي يفرض عليك ما تحبش دبر راسك برا هاني ثنيه قدامك انت ما تحبش واخر واحد واخر تونسي ولو وافق تونس كل هذا دليل انه انه ماشي في لخر نهار اللي وافق عليها مش يقول انا راني ما حبيتش نوافق ما انتم وافقتوا ما هو القذافي بعث جيش للتشاد عاد جيش للتشاد تعرف شكون يقود فيه يقود فيه خليفه حفتر حفتر هذا اللي عامل مشاكل في ليبيا هو كان عقيد يقود في القوات الليبيه داخل التشاد اسر اسره حسين حبري اسر في في التشات القذافي سالوه سالوه الصحافه العالميه قالوا له كيفاش قائد قائد الجيش نتاعك كله يقع اسره قالوا له شكون هذا؟ قالوا له خليفه حفتر قالوا له حفيتر هذا بعمري اللي سمعت به قائد الجيش نتاع حفتر شكون هذا و وبعد سال الاخر اخي قال له انتم بعثتوا جيش لتشاد وانا بليش؟ قالوا ما في باليش قال في باليش عندنا جيش في التشاد هذا هو شنو يعمل؟ هو يمشي يعمل اتفاقيات وموافقات ويروح كما مع الفرقة تونجوه نفس الشيء هو راهو هذايا التوانسة يزم يعرفوا ويفهموا راهو هاك الخطاب المتشنج ولن أقبل بشروط الصندوق النقد الدولي راهو يا سيدي ما باش يصحح على كل ما هو موجود وانتظروا المقارونة والزيت والسكر والدنيا كل مش تتضرب في الدوب الأسوام بدون شك زاد بدون شك لانه هذاك في الاخر مش يقول انا راني ما حبيتش نوافق وانتم وافقت انا هاني خاطي معناها يحب يحب يبرع نفسه تو ينادي هذيك وزيره التجاره ولا شكون ويقول علاش علاش ما ثماش سميد وما ثماش قمح وما ثماش سكر وما ثماش فرينه يا ولدي راك تشتري فيها انت والديوان التونسي للتجاره ما عطيتوش فلوس ما عندوش ديفيز باش يشري هذاك علاش ما عندناش سلعه وهو يخرج والمحتكرين والتوزيع والتجويع ومسالك التوزيع ومسالك التجويع وهك السجع نتاع الكهان يلعب على الذقون للاسف للاسف صح عليه القى آه شعب عاطفي ناس تمشي بالعاطفه تاكل الحجر وتبع العاطفه هذاك تو بعد ما تاكل الحجر وتبع العاطفه تاكل العصا في تاكل تفيق انا, أنا مازلنا نطبلوا البرقيبه اللي خرب تونس هذاك هو هذاك المكتوب وما ربك بظلام للعبيد ربي ما يظلمش نعم ربي ما يظلمش نعم فعلا دكتور ايضا هنالك تصريح يعني غريب نوعا ما نتناولوه بسرعه قبل ما نمر المحور الاخير واحنا الوقت دائما يدهمنا معاك معك دكتور محمد علي حرات التصريح تاعه اللي فيه شبه اتهام ضمني بالفساد للدول الغربيه ولصندوق النقد الدولي قال لهم انتم كنتوا تعطيو فيهم في الفلوس وتعرفوهم فساد وتعرفوهم وتعرفوا الفلوس وين قاعده تمشي ورجعوا لكم الفلوس كانه يعني يقول لهم يعني انتم قاعدين تعطيوا الفلوس للناس فساد وهم قاعدين يسرقوا فيها وانتم على علم بذلك ورجعوا لكم فلوسكم ما هو نحن ما احنا, متفر... احنا تفرجنا كان في شطر الفيلم احنا تفرجنا في ويل للمصلين صحيح, اتفرجنا... صحيح. احنا ما شفناهمش شنو ردوا عليهم يعني هاك تتذكروا ذاك بالحاجم تاع البنك الدولي كي جاء بدا يحكي له قالوا تعطوا في القروض قالوا لا يا سيدي نحن القرض اللي نعطوه نتبعوه ونعرفوه ونشاء ونعرفوه <applause> بالفرنك ما دام فماش هذايا قرض هرب وما هربش باهي يحاسبنا هو على القروض اللي خذاها السنوات الاخيره وثم قروض مصحين عليها من قبل وكنا ناخذوا فيها خذيناها في عهده هذا كله, كله كلام للصرف والشعبوية اعلاميه لا غير لكن نحن ما سمعناش شنو رد ال... رد رد مديره صندوق النقد الدولي ما سمعناش رد نتاع البنوك، فماش هذا واحد يعطي فلوس ويقول لك برا، هو باش يعطيك فلوس لازم انت توريه كيفاش باش ترجعها. خليها باش يعطيك فلوس ويبقى يتفرج فيك. وثانيا نقول لك حاجه راهي اغلب الفلوس 80% من الفلوس اللي تعطيها الدول هذه والقروض والاحداث، راهي ما توصلش لتونس، ما تدخلش تونس اصلا. بمعنى انه نحن الفلوس تمشي لاشياء معينه، انت خذيت فلوس باش تشتري قمح. يقول لك اوكي هانو عندك في الحساب نتاعك في باريبا ولا في بنك دو باري ولا شو اسمه هانو عندك في الحساب نتاعك باسم الحكومه التونسيه عندها مثلا مليار يمشي يشتري منه هذا مش مشكل ابعث الفلوس للصين ابعث الفلوس للروسيا ابعث الفلوس وين تحب هذاك اللي قاعد صاير لانه نحن كلما نسلفوا باليورو بالدولار راه ما نحطوش في الخزانه نتاعنا لان نحن من نحن في تونس ما نشتروش باليورو بالدولار نحن نشرو بالدينار التونسي دونك كان يولي عندك مقابله هذا اللي يصير راهو يتبعوا اخر فرنك الدول هذه والبنوك والمؤسسات اخر فرنك خذيته شنو عملت به به وهو ما مش عمل لجنه نتاع التحري وين القروض يقولنا عليها ما هو كلف هو كلف موظفين من الدوله وقال لهم جيبوا لي تقرير كلف وزاره الماليه جيبوا لي تقرير نتاع كل القروض اللي خذيناها في عشر سنين معناها اللي قبل في عهد بن علي مش مشكله هذاك ما يتبعوش اما بدا من ايام الثوره عنده انتقام من الثوره قال لهم في العشر سنين هذوما جيبوا لي مو جابوا لك ولا لا؟ يطلع الشعب التونسي وري الشعب التونسي قول له يا شعب تونسي رانا راني لوجت لو وهذا شلقيت ورينا هات سيدي اعطيني تربطش واحد ها وعنده توا عنده عامين وهو يربط في العباد تربطش واحد توقفش واحد من اجل القروض هذه الاجنبيه اعطيني واحد وقفه من اجل القروض فهمتش انا غير يبيع لكم في الريح وراهو باش يعمل لكم المصائب الكل باش يعملها نعم واضح دكتور اخونا سامي ان شاء الله اخر سؤال سيكون اللي السؤال اللي انت طرحته اللي هو الحلول احنا دائما نحاول نحل اهم الاحداث بالتحليل الاحداث يتوضح يعني الحل ان شاء الله الناس قال لك فدينا من التحاليل لكن التحاليل مهمه بقى حتى نفهموا الواقع نتاعنا ونفهموا خطوره الوضع اللي قاعد يصير وأين قيس عايد هز ب... هز البلاد. اليوم الدكتور في سفاقس يوم 25 جوان آه 2023 وقفه لمواطنين صفاقسيه آه آه ضد سياسه هذه الاتفاقيه آه مع صندوق مع الاتحاد الاوروبي فيما يخص الهجره وإعاده افارقه آه جنوب الصحراء الى الى تونس وجعل من تونس دولة عبور وبالذات صفاقس بالذات كانت وقفة أولا للمواطنين الساعة التاسعة صباحا ثم كالعادة عبير موسي الساعة العاشرة صباحا عملت الوقفة متاحة نوعا ما فما مشكون أنا ركبت على الأحداث وهذه الأمور على كل حال هنالك سخط كبير في أوساط الشعب التونسي في مدينة صفاقس خاصة أنه انتشرت الجريمة وشفنا بعض الفيديوهات اللي موجودة في اليوتيوب وفي الفيسبوك يعني شجار ما بين الأفارقة أيضا وفاة الأسبوع الفارط أحد أحد المهاجرات بمرض السل كأنه يعني يمكن فما مشكلة تلقيح ولا يعني حتى ظروف العيش متاحهم هم في العراء يعني فبالتالي الأمراض تنتشر بسهولة هذا الكل جعل الوضع في سفيقس متوتر أنت كيف ترى هذا الوضع وإلى أين يمكن أن تصل الأمور يعني آه بسم الله الرحمن الرحيم حتى ما يتهمنا حتى واحد بالعنصرية و... أنا رأو كما قلت لك آه آه مع الهجرة مع الهجرة من أي بلد لأي بلد لست, لست ضدها و... ونؤمن أن البشر آه مصيرهم واحد وأصلهم واحد و... وأن الهجرة حاجة إيجابية ما ما هيش آه حاجة سلبية آه المهاجرين آه في كل العالم فقط أنك تعرف أنه أينشتاين كان مهاجر يعني أكبر عقل في القرن العشرين معناه طور طور العلوم اللي يعرفوها البشرية كان كان رجلاً مهاجراً أعظم قائد في تاريخ فرنسا الجنرال ديغول كان مهاجر كان لاجئ الهجرة مش مش عيب وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مهاجرين في المدينة ونحن كلمة هجرة ومهاجرين ونحن نقول العام الهجري والسنة الهجرية ونباركوا لأنه الهجرة الهجرة المباركة ونحتفلوا بها يعني نحن ما عندناش عقدة نتاع الغربيين نتاع الهجرة لكن لكن مهم جدا فرق ما بين الاستيطان فرق ما بين استبدال شعب بشعب فرق ما بين خيانة وطن فرق ما بين أنك تجعل من بلادك أنه هو المكان اللي يرمى فيه الفقراء والضعفاء والزواولة والمساكين هذا هو الفرق قيس سعيد الآن الاتفاقية اللي عملها مع الاتحاد الأوروبي كما وضحت لكم المرة الماضية أنه أي واحد وهذه هو اتفاقية عنصرية يعني يعني الإيرانيين والأفغان والعراقيين والسوريين اللي يلجؤوا والأوكرانيين اللي يلجؤوا لأوروبا ما يكلموهمش ما يجيبوهمش يجيبوا لتونس فقط اللي اللي, اللي لونه اسود اللي هما الافاق. يعني هي نفسها اتفاقيه عنصريه. معناها مش يجيبوا الناس كل يعني يعني اللبناني والسوري والعراقي والافغاني وهذوما لما يدخلوا يوصلوا دول الاتحاد الاوروبي ما يجيبوهمش لتونس. يجيبوا فقط الافاق هذا بفضل الاتفاقيه اللي عملوها مع قيس سعيد. اولا هي اتفاقيه عنصريه. ثانيا اتفاقيه فيها اتجار بالبشر. اتفاقية فيها التجارة بالبشر علاش لأنه قيس سعيد والعصابة نتاعو يتقاضون 3000 يورو على كل افريقي يجي غادي وبالتالي انا ننصح التوانسة راهم الافارقة مفعول بهم ساكن راهم زواولا وراهو سبب الجريمة الكبيرة راهو قيس والعصابة اللي معاه لانه الناس هذوما خارج من ليبيا اخي م... اخي يقول لك انا ما تونس وما حاجتيش به خارج من ليبيا ماشي لايطاليا او ماشي لليونان عاش البحرية التونسية تمشي وتجيبوا ودخلوا لتونس يجيبوا فيهم الميناء المهدية وميناء أسفاقس وميناء الشاب هذه المناطق المختارة لهم علاش أنا كشخص إفريقي خارج من تشاد خارج من جمهورية أفريقيا الوسطى خارج من أوغندا قاصد ربي ماشي لليونان أو ماشي لإيطاليا أو ماشي القبرص أو ماشي للمناطق هذه أنت يا تونسي شنو كيما نقولوا فيها حرك شعيرك في طاجينك علاش جايني وتجيبني لهنا هذاك اللي صاير وهذا بامر شكون يصير هذا بامر من قيس سعيد شخصيا لانه يتقاضى 3000 يورو على كل راس الحاجه الثانيه الان حسب الاتفاقيه الجديده اي افريقي يمسكوه في المانيا في اسكندنافيا في هولندا في اي دوله يشحنوه الى تونس تونس هي بلد المصب مش بلد العبور هي المصب ويجيبوهم هناك ويرموهم هذا الجريمة اللي قاعدة تقع وهانوك العسكر ربي يهديهم قاعدين يتفرجوا على البلاد تغرق وتنهار ورئيس معناها رد البلاد مسخرة يحكي لهم على شارلي شابلن وعلى النكت وعلى وهو يعمل نكتة وما تضحكش حتى النكتة بتاعه مسخرة حتى حتى اللي يضحك يضحك على سخرية منه كيفاش معناها رئيس دولة يوصل لهذا المستوى بفرنسية ركيكة وعربيا مدقدقه وهو وهو يمثل عامل روحي يمثل دوله، وانا لا اقبل شروط صندوق النقد، من انت تقبل ولا ما تقبلش؟ راك انت اللي ماشي تشحد. هذه المشكله راهو الافارقه راهم مساكين. طبعا انا كما بينت لكم قبل في جزء منهم جزء صغير هذوما الافرو سنتريك، هذوما اللي من وان افريقيا ان تونس لازم تحويلها، هذوما موضوع ثاني. هذوما لازمنا نتعامل معاهم كمنظمة إرهابية إجرامية هذوما وضعهم في السجون وطردهم وكل لكن نحكي لك على الناس العاديين راهو بلادنا هي اللي تجيب فيهم ولذلك أنا منلومهمش راهو نحن ما عندناش حدود مع أفريقيا راهو ما عندناش حدود مع تشاد راهو ما عندناش حدود مع النيجر ولا مالي ولا بوركينا فاسو ما عندنا حتى حدود راهو ما عندناش حدود راهو لأنه العسكر نتاع الجزائر يعطوا فيه في زوز فرنك يشري بهم في الذمم نتاع العسكريين في تونس ها يحولوا له اللي يدخلوا الجزائر كل يحولوهم للتونس لتونس ولانه يحب يبقى في الحكم خايف من فرنسا وايطاليا كل اللي يشرطوه عليه ان الان الحكومه عنصريه يعني يمينيه عنصريه في في ايطاليا هذوما هما اللي الان الشروط اللي علاش يجي يجونا, يجونا, يجونا وزراء الاستثمار وزراء الماليه البنوك المركزيه وزراء الخزين علاش جايين وزراء الداخليه شو يعملوا عندنا وزراء الداخلية متاع ألمانيا ومتاع إيطاليا ومتاع فرنسا وش يعملوا عنه يعني هذا هو تنسيق أمني وبمقتضاه أنه نحن نحن شرطة الحدود تونس الآن هي شرطة الحدود متاع أوروبا والمصب مصب لكل من لا يرغبون في وجوده هناك من الأفارقة هذا اللي صاير نعم هنالك خطر ديموغرافي وفم تعليق يعني قلت عددهم كبير هذوما اللي يؤمنوا انه اه انه افريقيا للافارقه السود وليس للافارقه البيض، عددهم كبير وليس بعدد صغير. سؤالي انا دكتور قبل ما نختموا معا معا معاك ان شاء الله الحلقه، لماذا صفاقس بالذات؟ يعني لماذا اختيرت صفاقس؟ هذا سؤال يعني سالوا اخونا رضوان. قال لك لماذا صفاقس بالذات اللي تم اختيارها لتجميع كل الافارقه وكل المهاجرين بتلك الطريقه؟ وايضا ولايه صفاقس من دون والي وولايه وصفاقس عندها مشكله هذه الفضلات. هل هي مستهدفه صفاقس؟ او قاعده تعاقب لانها وقفت مع مع الثوره في بدايات الثوره في 2011؟ هو الدوله الحديثه اللي بنيت، الدوله الحديثه بنيت على كره بعض المناطق وكره بعض النوعية من الناس بورقيبة كان يكره العروش لأنه هو كما قلت لكم هو مهاجر من ليبيا وقبل حتى عائلته لا تجي من ليبيا كانوا في ألبانيا هو من يهود ألبانيا انتقلوا إلى ليبيا لأنه ألبانيا وليبيا كانوا تحت الدولة العثمانية مباشرة يعني كانوا دولة واحدة يعني تسكن في ألبانيا ولا تسكن في ليبيا كانك تسكن في قفصة ولا المتلو بورقيبة نشأت عنده كره للعروشات ولذلك حتى لسامي حتى لسامي ديما يغير فيها، ديما يغير في الاسامي، تلقى واحد يقرا الى سن معين بـ 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 باسم عائله وبعد يبدلوا له اسم العائله. لسامي قاعد يكسر فيها ويكسر في في العروشات، يقرأ العروشات. ثاني شيء مدينه صفاقس معروفين الصفاقسية انهم تجار، يعني الناس يوفروا لقمه العيش و... وعندهم التجاره، فبورقيبه كان يكره مدينه صفاقس وكان يكره مدينه القروان. القيروان كان يكرهها لتاريخها المربوط بالعرب وبالمسلمين لانه لانه المدينه الوحيده اللي ما عندهاش جذور قبل قبل حلول دخول العرب الى الى افريقيا هي مدينه القيروان لانه بناوها من من الصفر بنية القيروان من الصفر على طريق العرب الفاتحين وهو يكره العرب ويكره الفاتحين الاثنين مع بعضهم ولذلك ولاية القيروان مدينه القيروان خصيصا مش الولايه مدينة القيروان خصيصا ممقوطة عند بورقيبة وصفاقس يكرهها ويكره اللي يسموهم البلدية هذو الثلاثة كان يكرههم برغي كان كان يكره أي واحد عنده أصل وعنده فصل وكان يكره مدينة القيروان يكره مدينة صفاقس إلى أن هو يكره الدولة التونسية بنيت على ذلك وبالتالي وبالتالي صفاقس يحبوا يحطوها تونس ككل هي مصب وصفاقس هي المصب يعني هي البؤره اللي اللي راح تستوعبهم وكل لانه ربما في صفاقس ثم المبادره التجاريه والمشاريع الصغيره واللي عنده يخدم فرد ونفر ونفرين هكا موجودين معناها ربما يلقوا قوتهم ورزقهم في في صفاقس هي مقصودة يعني ماهيش لأنه ثم موانع عندنا ميناء تونس علاش ما يجيبهمش الميناء تونس؟ وعلاش ما يهزهمش الميناء برقة؟ لأنه لو يهزهم الميناء برقة الجزيرية ي... الجزيرية يعطوها على جنابه علاش؟ لانهم من طبرقه ممكن يمشوا يمشوا يمشو للجزائر يمشوا للجزائر تقصد هناك نعم نعم واضح دكتور كالعادة نخ وصلنا لنهاية البرنامج وكالعادة يعني أطلب منك يعني كلمة الختام لكن مع كلمة الختام هذه المرة لو تنجم تجاوبنا أخونا سامي بارودي ليسأل قداش المرة يا دكتور ما هو الحل يا دكتور ما هو الحل لو تعطي يعني ترشدنا نوعا ما الى الحل وانت ذكرته في قداش مره في كل حلقه تذكروا الحل بالنسبه لك وكثيرا يعارضوك على هذا الراي على هذا الحل وعلى هذا الراي لكن بصراحه بدات اقتنع انه هذا هو الحل الوحيد في الحاله التعيسه اللي احنا نعيشه فيها تفضل دكتور والله الحل الوحيد كل واحد يعرف عسكري وعي يلزم تتوجد حاله وعي المؤسسه الوحيده المؤسسه الوحيده اللي بقت ممكن تنقذ تونس لانه للاسف في هذا تبين ان الدوله التونسيه دوله هشة معناها النقابات القضاء الاحزاب البرلمان الجمعيات ما يسمى بالمجتمع البدني مش المدني هذا كله قضى عليه في 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 ظرف وجيز كله والناس كلها, كلها صبحت تسبح بحمدي الداخليه قضى عليها قضى على كل شيء ايش معنى يقضي عليها ما حلاش الداخليه اما ردهم يخدموا في خدمة معناها تحته باوامره والان متحمسين اكثر منه ورجعوا للظلم نتاعهم اكثر من قبل وان شاء الله وان شاء الله نتلاو بهم نهار من نهار المؤسسه الوحيده اللي مازال مازال خايف منها هي مؤسسه الجيش الجيش نحن كل واحد يعرف عسكري وعيه بالخطر بالخطر الداهم على تونس وراهم المؤسسه الوحيده اللي ممكن تنقذنا تنقذ تونس. تونس إذا أنقذت وتنحت الشعبوية وتفتحت المجال للتوانسة باش يخدموا بلادهم. والله العظيم تونس في ظرف خمس سنوات تولي دولة متقدمة. عندنا كل الإمكانيات. ماشي مشكلة. عندنا كل الإمكانيات نردوها دولة متقدمة. المشكلة وين؟ أنه إذا طال الأجل انتهى تنتهي تونس، سواء رجعت حرية ولا ما رجعتش وقتها يولي عندك طوائف واعراق واديان واغلبيه افريقيه واقليه بيضاء شبه بيضاء والاقليه شبه بيضاء جزء منها سني وجزء منها شيعي هذا المخطط هذا المخطط التونسي ان يكون في حدود 60% يكونوا افارقه ويكون ال 40% اللي اللي هم العرب والبربر اللي بقاو يكون جزء منهم شيعه وجزء منهم سنه ونهار كل يتقاتلوا في بعضهم هذا هو المخطط التونسي دوله فاشله مثل لبنان مثل سوريا مثل العراق مثل اليمن الان الدول هذه فاشله ولا 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 تقوم لها قائمه هذه الوحده المجتمعيه الحاجه المهمه عنا عنا هم الان يريدون القضاء عليه الحل الجهه اللي ممكن تنقذنا لانه ما عندناش وقت طويل ما عندناش وقت الجهه اللي ممكن تنقذنا هي العسكر الجيش لازم يوعى بدوره وان هذا دور وطني لانه البلاد في خطر ولا بد من انقاذها الامر الثاني اللي هو دفع المضار وصيه ثانيه اللي هي دفع المضار اللي ما نحبوش حبوش تقع اللي ديما نوصي بها انا نقول ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم من العمل الارهابي راه قيس سعيد يحب يدخل البلاد في حرب باش يحط نفسه انه بطل حرب على الارهاب قيس سعيد لو تقول الآن أعطينا مليار دولار تو يبيع تونس كله يجيب المليار دولار مقابل أنه تصير عملية أخرى كما عملية بن قردان راهو يطمح يطمح أنه تصير حاجة ويظهر فيها بالبطل وبعد عدا يسحق الجيش ويسحق كل شيء وتخرج الميليشيات اللي محضرتها إيران الميليشيات جاهزة الحشد الشعبي جاهز ميليشيات هذه كلها جاهزة للانتشار عند عند في اللحظة المناسبة وفاجنر جاهزه واتفاقياتهم كلهم كلها جاهزه. ومانيش نتكلم لاني من فراغ ولاني نتكلم في معناه نخوف في العباد. لكن انا نقول الجيش راهم هذه مسؤوليتكم ونقول للشباب ردوا بالكم. ردوا بالكم ردوا بالكم. راهي مجموعات تابعه قيس وتابعه ايران وتابعه الصهاينه تتجول في تونس ويحبوا يستقطبوا شباب اللي عنده ولاده يردوا يرد باله عليهم. واللي يسمع يبلغ الغايب ردوا بالكم راهو يحبوا يستقطبوا الشباب لقتل بعض بوليسيه واثاره بعض الاعمال الاجراميه وبعد يعلن نفسه هاني ننصحكم اللي يشوف مسدس ما يقربلوش يتعدى من الشارع اللي الاخر ويخليه يمشي لانه ممكن تحط عليه يديك تهزه يجو يقول لك البصمات نتاعك واعداد لعمليه ارهابيه لان معنا وين نوصلوا به الحاجه الوحيده نوعيو الناس ونوعي الجيش وربي ان شاء الله وندعو ربي هذا هذا الحل هذا الحل الاخر اللي على الحل انت ما تنجمش تعمل حلول اقتصادية. لانه الان ما نجموش نتكلم على حلول اقتصاديه لان الحلول الاقتصاديه اسهل شيء لكن حتى لو عندك حل ما تنجم تعمل به حد شيء لانه انت الدوله ممنوع من التحرك ممنوع من الصرف اللي بقى انه استرجاع الدوله لانه هي الان دوله مختطفه في يد عصابه انه استرجاع الدوله هذه القوه والجهه الوحيده المؤهله والقادره ان تسترجعها هي المؤسسه العسكريه والشباب النصيحه اجتنبوا 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 اي عمل في عنف لانه قيس وعصاباته يبحثون عن ذلك اذا تحب تخدم مع قيس هذيك حاجه اخرى تحب تخدم مع قيس وتعمل لك قال شنو جماعه جهاديه ونقاتل ونعملوا كذا اعمل وقتها انت راك تلعب في يد ايران وفي يد قيس وفي يد بشار الاسد وفي يد اسرائيل هذا هذا الكلامي اللي دائما مصر عليه واكرره نعم نعم بارك الله فيك دكتور وصلنا إلى نهاية البرنامج إن شاء الله كالعادة انتظرونا الأسبوع القادم في برنامج منبر الأحد في نفس التوقيت ساعة العاشرة ونصف ليلا بتوقيت تونس مع الدكتور محمد علي حراث لتناول قراءة أسبوعية لأهم الأحداث العالمية والوطنيه ما نشكر الساده المشاهدين على المتابعه خاصه جمهور اليوتيوب اللي هو دائما اكبر من جمهور الفيسبوك وذكر الساده المشاهدين انه البث يكون على ثلاث منصات في نفس التوقيت منصه تويتر منصه اليوتيوب ومنصه الفيسبوك اللي مازال ما اشتركش في قناه اليوتيوب ارجو انه يشترك في قناه اليوتيوب لانه تجدون فيها يعني الفيديوهات بالترتيب وحسب السلسله وحسب الترتيب الزمني ما بقي لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته